أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي، وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. ملفنا لهذا اليوم انشقاق بوتين عن النظام بين تقسيم روسيا وفدرالة سوريا. الأسباب الكاذبة التي سوق لها الروس لاحتلال سوريا احتلالا مباشرا قبل أن يأتوا بقواتهم هي منع تقسيم سوريا، ثم تفاجأنا بدعوتهم لفدرالية سوريا، أي تقسيمها إلى دويلات، طوائف شيعية، درزية، علوية، سنية، كردية تحت رئاسة بشار الأسد، أي أن يجدد النظام نفسه مرة أخرى. ثم محاربة داعش، تفاجأنا أن القتال والقصف كان يستهدف فصائل المعارضة السورية وليس داعش، وعندما كانوا يسألون عن ذلك يقول هؤلاء أصدقاء داعش، فكيف تقصف صديق المجرم وتترك المجرم؟ وكذلك عملوا نفس الطريقة في محاربة جبهة النصرة، أرادوا محاربة فصائل الجيش الحر التي تحمل فكرا إرهابيا فقط، وتبين لهم لاحقا أن جميع الشعب السوري السني يحمل فكرا داعشيا، لذلك وضعوا الشعب السوري كله تحت طائلة بنك الأهداف، ونسوا 43 ميليشيا شيعية تعيث بسوريا فسادا، وادعوا أنهم أتوا لقتل 2000 من داعش محددين بالاسم وهم من جمهوريات روسيا، وهذا ليس صحيح، لأن قتل داعش على أيدي الروس 42 مقاتلا قتلوا بالخطأ بمنطقة الرقة. السؤال هنا، لماذا انشق بوتين عن النظام السوري فجأة؟ هل تخلى بوتين عن الأسد لأنه رفض التنحي؟ هل هنالك خلاف عميق بين بوتين وطهران ونظام الأسد؟ هل فاتورة البقاء بسوريا هي أكبر من أن يتحملها اقتصاد دولة متهالك؟ هل حققت العملية أهدافها؟ ولماذا هذا الانسحاب السريع؟ سنناقش هذا الموضوع بمحورين، هل انهزم الروس بسوريا سريعا أم أن فاتورة البقاء أكبر من أن يتحملها الاقتصاد الروسي؟ أم أنجز الروس أهدافهم بفترة قياسية بسوريا، أم أن الحرب بتوم باز شرق أوكرانيا ومناورات الروس بآسيا الوسطى وراء هذا الانسحاب كله؟ المحور الثاني، هل سيتغير الميزان العسكري لصالح الثوار؟ وهل سيتوقف القصف الجوي الروسي؟ وهل يفتح أصدقاء سوريا الحنفيات بوجه الثورة السورية بعد أن أغلقوها كاملة؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من المفكر العربي الدكتور زهير سالم، والأستاذ الدكتور عارف عبيد، والمفكر العربي الدكتور عدنان البوش، وسيادة العميد الركن الطيار حاتم الراوي. سنستمع إلى كل ذلك ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. الأسباب الحقيقية للتدخل الروسي، مما لا شك فيه أن لروسيا أطماع بالغاز السوري. نلاحظ أن الاحتياط السوري على ساحل البحر الأبيض المتوسط هو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز، هذا على سواحل سوريا لوحدها، فما بالك بالغاز داخل صحراء سوريا الواسعة، وقد وقعوا عقدا مع بشار الأسد لاستثماره من روسيا فقط. وثانيا، تريد روسيا منفذا لها على المياه الدافئة، وهو هنا البحر الأبيض المتوسط، ولها قاعدة بحرية بطرطوس من أجل ذلك. وثالثا، الروس خسروا 12 موقعا استراتيجيا في الشرق الأوسط، خسروا العراق ومصر وليبيا واليمن والجزائر وغيرها، ولم يبقى إلا سوريا. أما السبب المباشر للانسحاب هو إصرار بشار الأسد على التمسك بكرسي الحكم، رغم أنه هجر 13 مليون سوري سني وقتل نصف مليون سوري، وهناك 105,000 مفقود بسجون المخابرات أو أذرع القمع المختلفة بسوريا، وثلاثة مليون مطلوب خارج سوريا. واستخدم الكيماوي 172 مرة ضد الشعب السوري، رغم أنه وعد بوتين بذلك مقابل الدخول الروسي المباشر بالحرب ضد الشعب السوري، عندما ذهب بطائرة شحن روسية بصورة سرية من طراز توبولوف وقابل بوتين، حيث طلب منه بوتين التنحي عندما يحين الوقت فوافق، وعندما طلب منه ذلك قبل يومين رفض أمر بوتين بالتنحي،
بعد أن غيروا الميزان العسكري لصالح قوات النظام وميليشيات الحشد الشيعي الشعبي الصفوي، والبالغ عددها 43 ميليشيا حشد شيعي شعبي صفوي. ورابعاً، الضائقة المالية الكبيرة التي تمر بها روسيا، حيث أن الروس خسروا حتى يوم 28 من الشهر الثاني للعام 2016 حوالي 600 مليار، منها 400 مليار فروق أسعار نفط و200 مليار دولار ثمن أسلحة. وخامساً، طول خطوط إمداد الجيش الروسي الجوية من موسكو إلى اللاذقية، ونتحدث عن ماء الطلعة جوية، ولا أحد يدفع عن روسيا إلا روسيا. قاسم سليماني ذهب إلى موسكو ووعد بوتين بأن تدفع إيران يومياً إلى بوتين 4 ملايين دولار بدل التدخل العسكري المباشر جواً، وتشتري سلاح بقيمة 12 مليار دولار، الدفع فيها يكون نقداً، لكن ذلك لم يحدث، لأن إيران أيضاً هي دولة محطمة ومفلسة، وأفلست معها العراق على مشروعها الطائفي الشيعي المقيت، ولم يعد بوسعها أن تدفع شيئاً. قال قاسم سليماني لبوتين: أنتم تقصفون من الجو ونحن نمسك الأرض، لدينا 43 ميليشيا حشد شيعي شعبي صفوي تقاتل نيابة عن بشار، ولكنهم لم يقاتلوا، بل انسحب منهم 13 ميليشيا حشد شيعي شعبي صفوي إلى العراق وإيران. وكانت معركة حلب فاتورتها صعبة جدا على الإيرانيين، خسروا بها عشرات الجنرالات من الحرس الثوري الإيراني، حيث جر الثوار الروس إلى حرب استنزاف لا حدود لها هناك في حلب. كان الروس يخرجون كل يوم ماء الطلعة جوية دون طائل. وسادسا، تعقيد الإمداد الاستراتيجي، حيث أن الطائرات الروسية الاستراتيجية وطائرات التموين العملاقة تطير 4000 كيلومتر يوميا وعلى مدار الساعة دون توقف، ولأن الروس يقومون بمناورات بآسيا الوسطى في طاجكستان وهي الأكبر بتاريخ روسيا الحديثة، ولأن داعش بدأت ترسل وتجند المقاتلين السنة لغزو روسيا من تلك المنطقة، والتقارير الاستخبارية الروسية تؤكد أنهم بازدياد، ويشرف على تجنيدهم أبو عمر الشيشاني الذي قتل بالأمس بطائرة بدون طيار، ولأنه يوجد معارك بين القوات الخاصة الروسية في دونباز شرق أوكرانيا والثوار هناك، وبالتالي الروس غير قادرين اقتصاديا على فتح عدة معارك حرب عصابات بوقت واحد. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من المفكر العربي الأستاذ الدكتور زهير سالم والدكتور عارف عبيد والمفكر العربي الدكتور عدنان البوش وسيادة العميد الركن الطيار حاتم الراوي، أهلا وسهلا بكم. نبدأ من الدكتور زهير. دكتور زهير، نبدأ من ما قاله الدكتور برهان غليون بأن الحرب بسوريا انتهت، نحن أعتقد أنه يقصد سياسيا، لكن أقول لك عسكريا وسنستمع من سيادة العميد بأن المعركة العسكرية لا زالت. هل فعلا انتهت الحرب بسوريا بعد انسحاب الروس؟ المعركة في سوريا في الحقيقة ما تزال مستمرة. على السوريين الآن أن يحسنوا التقاط اللحظة واستئناف معركتهم، أمامهم الكثير لإنجازه. ثمرات الاحتلال الروسي وإن كانت في حقيقتها الاستراتيجية زائلة، ولكنها يعني أمر قائم على الأرض. اليوم هناك اجتماعات لإعلان فيدرالية في الشمال الشرقي لسوريا. الروس كانوا يعملون وفق مخطط لا يجوز للإنسان أن يستهين بعدوه. ما فعله بوتين في الخارطة السورية لم يكن قليلا. صحيح بأن الانسحاب كان مفاجئا، الانسحاب ما يزال البعض ينظر إليه على أنه مناورة، الروس يمكن أن يعودوا، القواعد الحقيقية ما تزال على الأرض السورية. رحلة الطيران من الشرق إلى موسكو لا تكلف كثيرا، يمكن لهذا الطيران أن يعود في أي لحظة. المعركة في سوريا مستمرة ومستأنفة، وأقول على ضوء المتغيرات التي أحدثها الطيران الروسي ورب ضارة نافعة، العودة إلى التظاهر السلمي وسيلة من وسائل المقاومة المدنية المشروعة التي يمكن للشعب السوري وللقيادات السورية المختلفة أن تفكر بها جديا، وهي وسيلة لا يتحكم فيها آخر، لا يتحكم فيها المانحون كائنا من كان هؤلاء المانحون. نحن في لحظة تاريخية حقيقية، الانسحاب
الانسحاب الروسي نقطة تحول وليست نهاية معركة. المعركة في سوريا طويلة، وثمرات أيضا الاحتلال الروسي على الأرض السورية لا يمكن أن يستهان بها الكثير حتى من العاملين في الحق الإنساني. قد خرجوا من الأرض السورية الكثير من المواطنين السوريين الذين كانوا يتمسكون بأرضهم، قد خرجوا تحت تأثير الضغط الطيران الروسي. لذلك أقول نحن في لحظة استئناف المعركة وليست في لحظة انتهاء المعركة. المعركة مستمرة وسوف تستمر حتى تحقق أهدافها، وأنا لا أقصد بالمعركة المعركة العسكرية فقط. المعركة العسكرية هي جزء من الحرب كما أرادوها لنا ولم نكن نريدها، ولكن الحقيقة يجب أن يكون تفكيرنا أكثر استراتيجية وأكثر شمولية. ابقى معي دكتور زهير، ننتقل إلى الدكتور عارف عبيد. دكتور عارف، لماذا انشق بوتين عن النظام السوري فجأة وأنت سمعت وتعلم علم اليقين ما هي المصالح الروسية في سوريا؟ طبعا أنا أعترض على كلمة انشقة، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجيوبوليتيكية في منطقة الشرق الأوسط، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار السياسة الدولية يعني منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم. يعني على سبيل المثال صدام حسين دخل إلى الكويت وكان برضا الأمريكان، وحدث ما حدث، الأتراك دخلوا إلى قبرص برضا الأمريكان وبضوء أخضر من الأمريكان. الروس صحيح ليسوا بصدام وليسوا بالأتراك، ولكن بنفس الوقت لديهم مشاكل عديدة، ودخولهم إلى أفغانستان كان برضا أمريكي، وعندما دخلوا قام الأمريكان بالانقلاب عليهم ودعم حركات طالبان والقاعدة ضدهم. إذن ما يحدث في سوريا هو شيء يعني يمكن وصفه بالدبلوماسية الدقيقة. الروس أثبتوا بأنهم أكثر ذكاء من الأمريكان. حركة بوتين يعني بالتأكيد يعني إذا استثنينا عامل الدمار الذي قامت به الطائرات الروسية والقتل والبطش والفتك، بالمقابل يعني كشفت نقاط العيوب بالمعارضة السورية، وقدمت للنظام يعني عدة نقاط استراتيجية، منها على سبيل المثال أذكر الشيخ مسكين في محافظة درعا، وكشفت أيضا يعني نوع هذه يعني بعض الكتائب يعني التي تتردد عادة في القتال، والتي يعني تنقاد لإمال سياسي خارج سيطرة الثورة السورية. بوتين يعني باعتقادي الشخصي، هذا يعني يعبر عن رأيي الشخصي، يعني انسحابه من سوريا أولا لحفظ ماء الوجه، لأنه إذا استمرت روسيا في قصفها فهي قوة عظمى، وبالتأكيد هذا يعني بعد سنة ونص لن يكون له أي تأثير، بالعكس هيبة روسيا كقوة عظمى يعني ستتأثر بشكل كبير. ثانيا بوتين يعرف مدى يعني باعتقادي بأن بوتين يعني اكتشف بأن الأمريكان يريدون توريطه في سوريا، وإذا دخل بوتين في قوات مثلا على سبيل المثال برية وغير ذلك، فستكون التكلفة أكثر من عالية للروس الذين يعانون من أزمة اقتصادية باهظة، نظرا لانخفاض أسعار النفط ونظرا للعقوبات التي تطبق على روسيا من أمريكا ومن دول الاتحاد الأوروبي بسبب ضم جزيرة القرن والتواطؤ في مشكلة أوكرانيا. إذن ما أود أن أقوله يعني بأن الموقف الروسي يعني ليس مختلف تماما عن الموقف الأمريكي، وصحيح بأنه لم يعني يساعد الشعب السوري، ولكن موقفهم أكثر وضوحا وأكثر صراحة من موقف من التلاعب الأمريكي. ثانيا هناك مصالح يعني يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، مصالح لروسيا أكبر بكثير من سوريا نفسها. يعني لأول مرة نرى التواجد الروسي القوي في الاقتصادي في دول الخليج. المعاهدات التي توقعت يعني بين المملكة العربية السعودية وروسيا تتجاوز 10 مليارات دولار، وهذا كان حلم بالنسبة للروس أن يدخلوا منطقة كانت محرمة عليهم منذ الحرب العالمية الثانية. نقطة مهمة أود أن يعني أن أشيرها بأن هناك يعني الدخول هذا الإمبريالي الروسي إلى سوريا سبب يعني إحراج للروس أمام المشهد الأوروبي، فبريطانيا على سبيل المثال وفرنسا يعني العدوتان اللذوتتان لروسيا تاريخيا يعني منذ حرب جزيرة القرم عام 1853 بدأت يعني تنظر إلى هذا الوجود السوري الروسي يعني محض الشك، وحذرت أكثر من مرة بأن هذا الوجود لابد أن ينتهي. في غير ذلك يعني
سيتم هناك يعني تصادم بالمصالح وتجاوز للخطوط الحمراء التي رسمت منذ نهاية الحرب العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط بعد انحلال الإمبراطورية العثمانية. باعتقادي بأن يعني حركة بوتين يعني أوصفها بالحركة الذكية، إذن تخلص من عملية تطورت في سوريا. ثانيا، قدم للنظام الفرصة الأخيرة إذ لم يستغلها النظام السوري من أجل وجود يعني إيجاد حل سلمي. بالتأكيد نهاية هذا النظام يعني ستكون بطريق السلاح وليس بالطريق السلمي. نعم. يعني ثالثا، يجب أن نأخذ يعني طبيعة العلاقات الإيرانية الروسية. هناك تنافر كبير في هذا الأمر. صحيح يعني هو طبيعة هذه العلاقات علاقات بين البلدين كانت ذات طبيعة اقتصادية بحتة، فعندما تنحشر إيران كانت تذهب إلى روسيا من أجل شراء السلاح، من أجل تطوير البرنامج النووي. وأذكركم يعني بأن البرنامج النووي في إيران كان عندما ابتدأ من يعني من فكر أمريكي ووحي أمريكي وأيادي أمريكية، واستطاع الروس الدخول على الساحة الإيرانية وإتمام هذا المفاعل النووي مقابل صفقات يعني تجاوزت $4 مليار كدفعة مبدئية. إذن هناك مصالح كبيرة أخذها الروس بعين الاعتبار أكبر من مصالحهم في سوريا. هذا ما أود أقوله. ابقى معي دكتور عارف. مشكور دكتور عارف، ابقى معي. ننتقل إلى المفكر العربي دكتور عدنان البوش. دكتور عدنان، التاريخ يعيد نفسه. الروس محترفين في التخلي عن حلفائهم. ألم يتخلوا عن صدام حسين وباعوا ترددات الرادارات $6 مليار؟ ألم يتخلوا عن معمر القذافي؟ ألم يتخلوا عن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح؟ تاريخهم حافل في التخلي عن حلفائهم. ألم يتخلوا عن مصر في حروبها مع إسرائيل؟ شكرا لك أخي هشام، وتحية لكل مستمعي أوريانت ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. روسيا مثل أمريكا، مثل كل الدول الطامعة في خارج أراضيها، هي دول مصالح وليست جمعيات خيرية، وليست ذات مواقف ثابتة، وليست لها أيضا استراتيجية ثابتة. وعلى ذكر التخلي، بالعكس يعني كل هؤلاء يعتبروا أصدقاء عاديين. أما تخليها عن صربيا، الدولة الأرثوذكسية الوحيدة، وسيما أن روسيا الاتحادية اتجهت اتجاه أرثوذكسي، هذا يعني يدل على أن روسيا بلد مصالح وليس بلد له مواقف ثابتة كما كان الاتحاد السوفيتي نسبيا يقف مع أصدقائه. هذا من حيث المبدأ. فالتاريخ علمنا أن كل هذه الدول حتى بما فيها أمريكا، عندما تخلت عن شاه إيران وتخلت عن مؤخرا عن حسني مبارك وعن كثير من الأصدقاء في العالم نتيجة مصالحها ونتيجة تنفيذ مخططاتها التي تستخدم الأشخاص وتستخدم الزعامات مجرد واجهات للتنفيذ وليس حلفاء حقيقيين. هذا من حيث الشكل العام. روسيا دخولها في سوريا أيضا لم يكن من أجل عيون الأسد وليس من أجل نظام الأسد، وإنما أيضا روسيا كانت تريد حفظ مصالحها التي هددت، خاصة من خلال اقتراب انهيار النظام بعد أن سقط وبعد أن لم يجدي نفعا الحشد الشيعي المتطرف الذي جندت له إيران مجموعة كبيرة من الميليشيات التي ذكرتم عددها وربما أكثر من ذلك، لمحاولة إنعاش النظام أو لمحاولة إنقاذ النظام. كل هذا عندما رأت روسيا أنه فشل وبدأ النظام يتراجع بطريقة دراماتيكية وبدأ سقوطه وشيك وحتمي، جاء هذا التدخل لوضع روسيا في الساحة بشكل قوي، وبالتالي لأخذ حصة من سوريا المستقبل أو من كعكة سوريا المستقبل. وهذا كله وضح بالتنسيق الروسي الأمريكي المباشر بين لافروف وكيري، والذي لم يكن هناك من تصريح الطرفين أي خلاف حول الترتيبات المستقبلية لسوريا. من هنا يأتي هذا الانسحاب نتيجة هذه التفاهمات الروسية الأمريكية التي تحفظ مصالح الطرفين
في سوريا وفي خارج سوريا، وربما سوف تكون رسالة يعني لأوروبا ورسالة لأمريكا لترتيبات أخرى خارج إطار سوريا، وسيما أوكرانيا وبعض المناطق الأخرى التي هناك خلاف كبير أوروبي غربي أمريكي طبعا مع روسيا. أخيرا أستطيع أن أقول أن الانسحاب هو ليس كلي كما صرح الروس وكما يجري حاليا، لأنه بقاء قاعدتين يعني ليس هناك انسحاب كامل، وإنما نستطيع أن نسميها إعادة تموضع روسي جديد قد يحقق عدة أهداف، أولها الضغط على نظام بشار الأسد وعلى بشار الأسد بالذات من خلال خروجه عن الاتفاق الروسي السوري بعد استدعاء بشار الأسد لموسكو، والذي كما ذكر التقرير كان يؤكد على تنحية الأسد في مرحلة من مراحل إعداد الاتفاقات المستقبلية. والشيء الثاني هو رسالة تأكيد للأمريكان بأنه نحن ملتزمون، وأيضا محاولة تطمين الغرب الذين تحركوا كثيرا في الآونة الأخيرة وسيما قبيل جنيف والاجتماع الأوروبي الأخير الذي ضغط على روسيا بشكل مباشر، ليس من فرنسا وإنجلترا فقط وإنما حتى من ألمانيا وإيطاليا وبعض الدول الغربية التي كانت لينة المواقف أو نستطيع أن نقول ليست متطرفة تجاه الموقف الروسي الأخير. هذا بالإضافة طبعا إلى محاولة غزل جديدة لدول الخليج التي أصبحت تتمرد على الموقف الأمريكي وتحاول أن تأخذ نسبيا، أقول نسبيا وأؤكد على كلمة نسبيا، مواقف متفردة تجاه القوتين العظميين، ومحاولة جر الروس لمواقف أفضل مما هي عليها من خلال الإغراءات الاقتصادية التي ذكرها بعض الزملاء. هذا بالشكل العام نستطيع أن نقول هو الوضع الحالي، والذي طبعا سوف يغذي أو يبعث شحنة في المحادثات الأخيرة في جنيف من أجل إيجاد تسوية سياسية اتفق عليها الأمريكان والروس وباركها الغرب، ويتماهى معها أيضا من يعرفون بأصدقاء سوريا سيما دول الخليج وتركيا من أجل حل انتقال سياسي بصيغة معينة تحفظ مصالح كل هذه القوى المتدخلة. ابقى معي دكتور عدنان، ننتقل إلى الشق العسكري. سيادة العميد الركن طيار حاتم الرابي، أهلا وسهلا بك سيادة العميد. عميد حاتم، هل سيتغير الميزان العسكري لصالح الثوار، وهل سيتوقف القصف الجوي الروسي باعتقادك في الأيام القادمة؟ سلامي لك دكتور هشام ولضيوفك الكرام وللسادة المستمعين. الميزان العسكري إذا أردنا أن ننظر إليه بدقة، التدخل الروسي ما زاد على القوة العسكرية التي يملكها النظام، فالنظام حقيقة لا يملك إلا الجو، وروسيا ولكن عفوا سيادة العميد أنا ما بحب أقاطع، بس لكن هو هذه النقطة، لقد أعلن ولدي قائمة ب 482 قرية سلمها القصف الروسي للنظام. تماما تماما، هذا ما أريد الذهاب إليه دكتور هشام. فالنظام السوري لم يعد يملك إلا الجو، وروسيا جاءت تساعده في الجو فيما يملك، لكن لو أتينا إلى سلاح الجو السوري قبل دخول الروس، سلاح الجو السوري اقتصاديا ماليا لم يعد بإمكانه تحقيق الطلعات الجوية بالشكل المطلوب، لكن هو يملك الجو أصلا، والثوار لا يملكون أو حتى إن ملكوا لفترة جردوا من أسلحة الدفاع الجوي، وبالتالي هو سيد الجو في سوريا، إلا أنه لضعف إمكانياته في قطع التبديل بالنسبة للطائرات وفي تأمين وقود الطائرات بدأت طلعاته تخف وتضعف. عندما جاء الطيران الروسي، جاء الطيران الروسي ليعوض له هذه الحالة، مع تقارير سورية للروس
بأنهم مجرد أن حققوا لهم الإسناد الناري الجوي هم قادرون على مسك الأرض. وإن كانت 482 قرية أو مدينة أو بلدة صغيرة تمكن النظام من السيطرة عليها بوجود الإسناد الناري الروسي، لكن لو أخذنا هذه المساحة من مساحة سوريا الكلية أو حجمها كمدن وقرى قياسا بباقي المدن والقرى السورية، نجد أن ما حققه النظام بوجود الدعم الروسي أو الإسناد الناري الروسي والطيران الروسي لمدة 6 أشهر متوالية دولة عظمى تسانده، ولم يتمكن إلا من أخذ هذه المساحة التي تعتبر صغيرة قياسا بأعداد المدن والقرى السورية. ومع ذلك هم على يقين ويعلمون تماما النظام وروسيا أنه مجرد وقف هذه الغارات الجوية بهذه الكثافة ستعود هذه الأرض إلى أبنائها، لأنهم بدون إسناد ناري لا يستطيعون أن يدافعون لا النظام ولا الميليشيات التي جاءت من العراق ومن إيران. فأنا أقول أن الانسحاب الروسي، بعدين لماذا يعني الكل يقول أنه الانسحاب الروسي المفاجئ؟ يا أخي الانسحاب الروسي ليس مفاجئ، لكن المفاجئ قرار الانسحاب وتوقيته. هل تلاحظون أن توقيت الانسحاب جاء بعد 60 دقيقة؟ قرار الانسحاب بعد 60 دقيقة من تسليم بشار الجعفري ورقة المعارضة إلى ديمستورا. فهذا نظام عندما تأكد الروس أو رأوا الروس أن بشار الأسد يحاول التملص من التزاماته عندما سيق مخفورا بطائرة شحن عسكرية إلى موسكو وأقر أمامهم بأنه ملتزم بكل ما يتفق عليه الروس والأمريكان، عندما وجد نفسه وبدأ يتحرك في الأرض وبدأ يسيطر إلى حد ما بالمساندة الروسية حاول أن يتمرد حتى على الروس. لذلك بعد 60 دقيقة من تسليم بشار الجعفري ورقة النظام إلى ديمستورا أعلن بوتين الإعاج بسحب القوات الروسية. لكن سيادة العميد سؤال مباشر، لن نرى قصفا روسيا؟ هل قصفوا بالأمس أو اليوم مثلا لكونك تتابع الميدان؟ لا لا لا، قصف روسي لم يحصل. منذ كم يوم لم يحصل قصف؟ القصف الروسي إذا أردنا أن نكون واقعيين وميدانيين انخفض بنسبة كبيرة جدا منذ إعلان الهدنة، منذ إعلان الهدنة. ونحن نعلم وكتبنا هذا الكلام في 8/2/2016 أن الروس أبلغوا بشار الأسد أننا بعد نهاية شهر شباط غير قادرين على متابعة القصف، وعودوا إلى كتاباتنا وإلى هذه وصلت الفكرة. ابقى معي سيادة العميد، نعود إلى الدكتور زهير. دكتور زهير، هل باعتقادك أن الانسحاب الروسي كان بسبب الفاتورة الكبيرة التي تحملها في هذه المعركة؟ نتكلم عن 600 مليار دولار، منها 400 مليار كما ذكر التقرير فارق نفط والباقي على السلاح، وخاصة أنه لم يأتيه دولار واحد من إيران كما وعدوه بأربعة مليون في اليوم بدل القصف. يعني التفسير الأحادي في الحالات السياسية المعقدة والمشتبكة دائما لا يكون مصيبا، لابد أن هناك عوامل كثيرة خلف القرار الروسي، منها ما هو اقتصادي، منها ما هو روسي محض، منها ما هو إقليمي، منها ما هو دولي، منها السياسي، منها ما هو متعلق بجنيف. لابد أن نقول بأن هناك حزمة دوافع وبواعث وراء القرار الروسي الذي نتحدث عنه، ولكن أنا أريد أن أقرأ القرار الروسي أو التدخل الروسي في سوريا قراءة أخرى، يعني تكمل ما يذهب إليه الزملاء وما يمكن أن يشكل التصور. أنا عندما يقول بوتون بأن الغزو الروسي لسوريا قد حقق أهدافه، أنا أنظر إلى أن هذه المقولة إذا كان يقصد بوتين على الصعيد الداخلي بسوريا فهو يعلم أن هذا مجرد بروباغندا لا قيمة لها في الحقيقة على الأرض، لأن الغزو الروسي بالنسبة للأهداف المعلنة في سوريا
لم يحقق إلا أشياء قليلة وتافهة جدا جدا، وكما قال بعض الزملاء يمكن أن تزول بمجرد زوال الطيران. ولكن الذي حققه بوتين عمليا في هذه الغزوة لسوريا هو على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي. يجب أن نقول بأن ما فعلته روسيا الاتحادية في عصر بوتين خلال 5 سنوات لم يكن يجرؤ الاتحاد السوفيتي في أوج عظمته على فعله. بوتين خلال 5 سنوات غزا بلدين، غير خرائط دولية، احتل الخرم، فرض نفسه على العالم، فرض نفسه فاعلا وحيدا، كسر على أنف الأوروبيين وعلى أنف الأمريكيين وهم يتفرجون. كثيرا ما يقول بعض المحللين، وهذه وجهات نظر طبعا، بأن الأمريكان جروا بوتين إلى المستنقع، بل بوتين دخل إلى سوريا الآن وأثبت وجوده، ولو لم يكن له إلا هذا الهدف الدولي أن يثبت أن الاتحاد الروسي اليوم هو لا أقول دولة عظمى بل أصبحت دولة الأعظم، يغير خريطة، يضم إليه أرض، يغير جغرافيا في العالم، ولا أحد يستطيع أن يرد عليه إلا ببعض عقوبات باهتة هنا وهناك. الحقيقة التي سيخلص إليها التاريخ أن روسيا أو أن الاتحاد الروسي في عصر بوتين فعل أو استطاع أن يفرض على العالم ما لم يستطع فرضه الاتحاد السوفيتي. أعود إلى العام الاقتصادي عندما نتحدث عن 9,000 طلعة جوية كما تقول المصادر الروسية، فهذه 9,000 لابد أن لها قيمة كبيرة جدا جدا. أنا لا أستطيع مع إقراري بأنه قد نشأت منذ اليوم الأول تناقضات بين الإيراني والروسي على الأرض السورية بالذات، وكان هذا واضحا، وهذا التنافس بدأ شديدا ويعني وامتد واستعر يوما بعد يوم. لكن لا أستطيع أن أقول بأن الإيرانيين لم يدعموا، لأن هذا الدعم عادة لا يكون في الإعلام، لا ندري إذا كان الإيرانيون قد دعموا أو لم يدعموا، ماذا قدموا للروس مقابل هذه الصفقة. ولكن الخصام حصل حقيقة ليس بين بشار الأسد وبين الروس، بشار الأسد أقل من أن يكون له شأن في المعادلة. الفصام حقيقة حصل بين الإيراني والروسي في هذه اللحظة الحرجة، وقد تكون كما قال أحد الزملاء قد تكون على خلفية قضية جنيف، قد تكون على قضية الموقف الذي حصل خصوص الأمر التي أعلن عنها المعلم، هذا كله وارد. ولكن هناك فصام قد حصل، المناورة التي يتحدث عنها البعض بأن الانسحاب تكتيكي ومناورة يمكن أن يعودوا، طبعا بقاء القواعد كما كذلك تحدث أحد الزملاء شيء مهم، بمعنى ذلك أن سوريا ما تزال محتلة تحت نير القواعد الروسية وأنهم يراقبون، والعودة عودة الطيران هذه ليست قوات برية تنسحب، اليوم الذي ينسحب هي أسراف طائرات يمكن أن تعود في أي لحظة. في كل هذا المشهد نقول اليوم هناك متغير جديد في سوريا، مهما تكون دوافعه وأسبابه، إذا أردنا أن نحل إقليميا عربيا بالنسبة لتركيا، ويجب أن أقول أيضا لأول مرة الأتراك أو الروس وضعوا قواعدهم خلف خطوط الناتو، تركيا تعتبر الخط المتقدم للناتو باتجاه روسيا. الآن الروس عندهم قواعد عملية مسلحة S-400 خلف خطوط الناتو، ومع ذلك الناتو يتفرد والناتو لا يعتبر هذه مشكلة. هذا المستجد يجب أن يكون هناك إعادة تقويم، لا يجوز أن ننتظر الأمريكي والأوروبي ليقوم بهذا التقويم، لأنهم على ما يبدو بطريقة من الطرق بتحالفهم مع إيران أصبحوا جزء من اللعبة. علينا أن نفكر بطريقة مستقلة على دول الإقليم العربية وعلى تركيا أيضا، وتركيا الآن مهددة أيضا بتقسيم آخر وبفدرالية أخرى كالتي يتحدثون عنها بسوريا. أقول علينا أن نلتقط اللحظة ونعيد تقويم المشهد على ضوء المعطيات الجديدة. لم يشأ أحد أن يقف في وجه التدخل الروسي في سوريا، اليوم هذا التدخل قد جمد على الأقل أو توقف أو انتهى. إذن لنذهب إلى معركة جديدة بأسلوب جديد لنحقق لأنفسنا ما نريد. ابقى معي دكتور زهير، ننتقل إلى دكتور عارف. دكتور عارف أوردت نقطة غاية في الأهمية، وهي
أن العملية بكاملها الروسية سواء عسكرية أو سياسية هي دبلوماسية دقيقة. إذا تكرمت ممكن أن نعرف ما هي المظاهر التي لاحظتها وحكمت عليها أنها دبلوماسية دقيقة؟ طبعا أول شغلة ربما لا يعني لا يعجبنا مظهر يعني الرئيس بوتين وله وصف يعني بالساسة الذكر البشع كانت تصفه اكتشافات ويكيليكس، ولكنه يعني بوتين بكل صراحة عندما يقول شيء دائما يفعله، وعندما يعني جاء إلى سوريا من أجل إنقاذ مثلا الأسد كان هناك خط على على مثلا رئيس النظام أن يلتزم بهذا الخط. قدمت روسيا مثلا على سبيل المثال يعني هذه الحملة التي مثلا صرفتها روسيا على من أجل دعم النظام السوري كلفت ملايين أو مليارات، يعني لأن يعني التكلفة كانت باهظة، قصف لمدة 4 شهور. لم يكن هناك أي احترام من هذا النظام للخط الروسي، يعني كانت تصريحات وزير خارجية النظام لا مقبولة عندما قال الأسد خط أحمر. فأي أسد دكتور عارف يقولون عن هذه الكلمة تحديدا، يقولون أنه لم يقولها يعني يعني وسائل الإعلام الغربية بالأمس قالوا لم يقولها وليد المعلم إلا عندما علم قالها بعد أن علم بساعتين، يعني كان يعلم عن التليفون اللي صار بينهم بينه وبين الرئيس. طيب تصريحات مثلا على سبيل بشار الجعفري عندما وصل إلى جنيف وتهجماته على وفد المعارضة السورية، بالمقابل روسيا أكدت لأول مرة على يعني على رقاوة وفد المعارضة أو وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، يعني لأول مرة تشيد روسيا بهذا الموقف، بينما بشار الجعفري ممثل النظام يعني لم يحترم وفد المعارضة لأنه لا يعني هذا النظام تعلم بأنه لا يريد أي حل سياسي ولا يريد بكل صراحة أن يتنازل عن السلطة، ولهذا السبب يعني من هذه الأسباب التي جعلت بوتين يعني أن يترك الأسد ليأخذ القرار بنفسه بأنه يعني لا محال سوى القبول، غير ذلك يعني النهاية ستكون يعني مثل نهاية القذافي وغير ذلك. نقاط هامة يجب أن نأخذ، هناك متغيرات يعني مهمة جدا جدا في المنطقة. الآن الكل يعرف مدى العلاقة التركية الأمريكية تاريخيا يعني منذ الحرب العالمية الثانية حتى يعني حتى قدوم الرئيس أردوغان، ومع ذلك كانت تركيا وما زالت حليف استراتيجي. الآن هناك تغير قوي جدا في العلاقة التركية الأمريكية، وهذا التغير يعود بأن الأمريكان يريدون تقصيص أجنحة تركيا الحديثة القوية التي بنت اقتصادا قوي وبنت جيشا قوي، لا تريد مثلا لدولة رائدة مثل تركيا أن تنافسها أو تنافس على سبيل المثال إسرائيل. من يحاول يعني تقليص هذه الأجنحة هم الأمريكان وليس الروس. وأؤكد لك إذا أرادت روسيا أو إرادة تركيا يعني رغم الخلاف على أسقاط الطائرة إلا هناك علاقات استراتيجية ما زالت موجودة. الآن حتى هذه اللحظة أؤكد لك يعني دكتور هشام بأن المصدر الرئيسي للطاقة التركية هو من روسيا، وما زالت تركيا يعني تحاول التقارب من روسيا نظرا لما يعني لهذا التخاذل الأمريكي تجاه روسيا عفوا تجاه تركيا وتجاه دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية. والكل نعرف يعني عندما رد الأمير السعودي تركي إلى أوباما برسالة كانت يعني لاذعة، وقال له بأن صداقة 80 عام تبيعها من أجل يعني أن تشتري الإيرانيين. إذن هناك توجه جديد في المنطقة، هذا التوجه يعني تحاول روسيا أن تكتسبه ليس فقط من أجل كسب مبايعات أو غير ذلك، من أجل استغلاله اقتصاديا. الآن الوضع الكل يعرف يعني ليس هذا بجديد بأن الوضع الاقتصادي أو الاقتصاد القومي الروسي هو اقتصاد منهار، وتحاول يعني روسيا أن تقوم بترميمه بعلاقات اقتصادية قوية. حتى هذه اللحظة العلاقات الاقتصادية التركية الروسية ما زالت قوية، حتى هذه اللحظة يعني الدخول الروسي كما ذكرت قبل قليل يعني في السؤال الأول إلى الخليج ما زال قويا. هناك يعني نظرة لتزايد هذا التعاون العسكري، وكل هذا سيكون على حساب الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل المملكة العربية السعودية باعتقادي ستلعب دولا رائدا مع تركيا في عملية يعني تصفية الأزمة السورية، لأن مثلا على سبيل المثال الروس فشلوا في عملية استيعاب أو تقييد أو تدمير داعش،
ولا بد من يعني للقضاء على 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 هذا التنظيم من قوه، يعني قوه مثلا قوات بريه. روسيا ليس لديها القدره، الامريكان غير مستعدين، الدول الغربيه يتجنبون. اذا من سيقوم بالقضاء على داعش سوى هذا التحالف؟ لا يوجد حل اخر. ولهذا السبب باعتقادي حتى روسيا وافقت على هذا التدخل، ربما يعني باعتقادي لكي لا تتعرض روسيا وتكون مانع في عملية القضاء على الإرهاب. بالمقابل يعني من يحاول الآن تغذية الأكراد في شمال سوريا، في الواقع إذا نظرنا صدقا ليس يعني التقديم الروسي لا يقارن بما تقدمه أمريكا. هناك قواعد أمريكية الآن لدعم الأكراد، هناك سلاح ينزل يوميا إلى الأكراد بدعم أمريكي ومن أجل يعني إغضاب تركيا. ولهذا السبب يعني تحاول روسيا استقطاب جميع الدول الإقليمية، وهذا ما فشلت فيه أمريكا لأنها باعت حلفائها السياسيين التقليديين في منطقة الشرق الأوسط. ابقى معي دكتور عارف، ننتقل إلى الدكتور عدنان. دكتور عدنان، ما هي قراءتك عندما لم يتم إعلام الرئيس الأمريكي أو الخارجية الأمريكية بأن هنالك انسحابا سيتم للقوات الروسية؟ كيف تقرأ هذا إذا كان فعلا لم يعلموهم؟ يعني هذا الأمر غير مؤكد، وتعرف ليس كل ما يقال بالإعلام هو الدقيق. يعني قنوات الاتصال، أنت معي؟ معك دكتور، نسمعك. إيه، قنوات الاتصال بين الروس والأمريكان العلنية غير القنوات السرية. يعني قد يكون هناك تنسيق وقد يكون هناك اتفاق، وكل الأمور غير واضحة. لهذا يعني لا يمكن أن نحكم على هذا الأمر ببعض التصريحات الدبلوماسية أو الناطقين الرسميين باسم البيت الأبيض أو الخارجية الأمريكية أو الكريملين الروسي أو غيره أو غيره. وبعدين هذا يعني شيء مهم جدا، أنه الأمريكان والروس لم يختلفوا بتصريحاتهم، بل تناغمت التصريحات طوال فترة إعداد جنيف 3 كما يراد لها. فلا تعني شيء قضية التناغم بالتصريحات، لأنه حتى التصريح الأمريكي أنه غير واثق وغير متأكد وإلى الآن الأمور مو واضحة. لا، هي عمليا واضحة وواضحة جدا، والأمريكان مطلعين ربما على الخطة، والخطة ذات مراحل، وهناك اتفاق استراتيجي روسي أمريكي لحل المشكلة السورية لضمان مصالح الطرفين على حساب الشعب السوري وعلى حساب عدم وجود قوى إقليمية أخرى تستطيع أن تلعب دور. يعني مثلا لنأخذ الدورين المتناقضين، الدور التركي والدور الإيراني، هم لا الأمريكان ولا الروس مرتاحين لتنامي هذين الدورين في المنطقة. وحتى الدور السعودي الجديد والمستجد واللي يستقطب حوله بعض الدول الخليجية واللي يجر أحيانا مصر وبعض الدول العربية الأخرى إليه، هذا أيضا الدور تحاول القوتان العظمتان روسيا وأمريكا تحجيمهما. بالتالي يعني العملية هناك فيها اتفاق كبير بين الطرفين الأساسيين المعدين لهذه الترتيبات. هذا يعني الشيء الأساسي اللي لازم نعرفه. الانسحاب لم يكن أظن مفاجئا للأمريكان الذين يدركون تنامي الخطة. ربما التوقيت قد يكون، ولكن الروس أكيد وعدوا الأمريكان بأن الشيء المتفق عليه وأهم شيء هو رحيل الأسد بمرحلة معينة، هذا شيء مؤكد، والأمريكان كانوا يؤكدوا عليه والغرب كانوا يؤكدوا عليه، وأكدوا لوفد المفاوضات لمثل المعارضة، وأكدوا لحلفاء المعارضة خاصة السعوديين والأتراك بأنه هذا الشيء سوف يتم. لهذا ذهبت المعارضة إلى جنيف، يعني وهي متأكدة بأن رحيل الأسد سوف يتم بمرحلة بناء على التطمينات الأمريكية التي أصلها هو الاتفاق الروسي الأمريكي.
نعم. لذا جاء التصريح الروسي بالضغط على نظام الأسد بعد أن خرج الأسد وخرج نظامه وبعض ممثلي كالجعفري والمعلم وغيرهم عن الاتفاق أو عن الإذعان إن صح التعبير اللي تم من قبل روسيا للأسد أثناء استدعائه لروسيا. هذا يعني مؤكد. نعم. وغير مختلف عليه أظن. ابقى معي دكتور عدنان، نعود إلى الشق العسكري. سيادة العميد حاتم، الآن كما ترى قد تكون السيطرة الجوية الآن أو الضغط الجوي على فصائل الثورة قد خفت عليكم الآن، ما هي خططكم العسكرية فيما يتعلق بمسك الأرض والمناطق التي خسرتموها وحرب المقتربات، لأنه لا جيش يستطيع أن يقاتل كما تعلم بدون أن تكون خطوط إمدادية مفتوحة؟ نعم دكتور هشام، بالنسبة للأرض، الانسحاب الروسي حتى وإن كان كما أسلف الزملاء هو انسحاب طيران، وانسحاب الطيران يعني لا يقارن ب أو لا حتى لا يسمى انسحاب قوات، لأن الطيران سريع الحركة و بإمكانه العودة ومتابعة العمل متى شاء. لكن أنا هنا أقول يعني ما نريد أن نستثمره وما بدأنا على استثماره الآن. لدينا قوات النظام، قوات النظام قوات ذات قيادة مركزية ولا تزال ملتزمة، لكن أغلبية قوات النظام اليوم هي من الجيش الوطني أو الدفاع الوطني. هؤلاء متطوعون، هؤلاء زائد الميليشيات الشيعية القادمة من إيران أو من العراق، أثر عليهم معنويا تأثير كبير جدا قرار الانسحاب الروسي. فنحن الآن بصدد استثمار هذا الضعف في معنوياتهم وحالات الهروب التي نلاحظها لنستثمرها على الأرض إن شاء الله. هل صحيح أن حزب الله بدأ بسحب قواته، مع العلم أن حسن نصر الله نفى أن يكون هنالك عودة، ولكن هذا ليس صحيح؟ يا سيدي شكرا للسؤال. الحقيقة أن من ينسحب من حزب الله لم ينسحب بأوامر نظامية من القيادة، لكن حزب الله بدأ يلجأ إلى ما لجأ إليه النظام في سوريا بتطويع مقاتلين بشكل مؤقت، يعني مرتزقة. هؤلاء المرتزقة بدأوا يتسللون ويهربون ويغادرون مواقعهم بعد الانسحاب الروسي بشكل ملحوظ وواضح، ولكن هو ليس انسحاب نظامي بأوامر من حزب الله، علما بأن الأعداد التي تسربت أو هربت لا يستهان فيها. نعم. ابقى معي سيادة العميد، نعود إلى دكتور زهير. دكتور زهير، ماذا تتوقع أن يحدث في العلاقات التركية الروسية بعد الانسحاب فيما يتعلق بالشق السوري؟ يعني هذا سؤال مهم جدا، وكذلك يعني لو قدمنا العلاقات التركية الأمريكية، اليوم الأردوغان قالها لأمريكا، أما حزب كي والبيتي بالتالي وإما تركيا. يبدو أن الروسي والأمريكي اليوم متفقون على قوة يرونها صاعدة في سوريا، وهي قوة مجموعة البيتي والبيتي، وبالتالي فتركيا في مأزق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مأزق حقيقي، أقصد الدولة التركية، وفي المقابل جاء مأزقها مع الدولة الروسية بإسقاط الطائرة الروسية. أردوغان شعر نفسه بأنه قد ربما تسرع بإسقاط هذه الطائرة حين وجد هذا الخذلان ممن يجب أن ينصر من جماعة الناتو. اليوم سيكون بالانسحاب الروسي من سوريا تخفيف كثير للاحتقان وللحساسية القائمة بين تركيا وبين روسيا، وربما سوف يجد أردوغان الفرصة لإعادة تسوية مشكلاته مع روسيا، كما تجد بعض الدول العربية اليوم كنوع من أنواع الرد على الانحياز الأمريكي لإيران، مجالها لكي يعني توثق علاقات أكثر مع روسيا حتى خلال الاحتلال الروسي لسوريا. الموقف التركي الروسي سيكون واعدا في الأيام القادمة، سينعكس هذا الانسحاب إيجابيا على هذه العلاقات، وربما يستطيع القادة الأتراك أن يبدعوا في يعني طي المراحل في إعادة توثيق علاقاتهم
مع روسيا وسيكون هذا في مصلحتهم. هل سيستمر الموقف الروسي بالانسلال؟ وأنتم استعملتم في البداية الانشقاق عن بشار الأسد، أنا أريد أن أقول الانسلال من خلفية المشهد الأسدي، وأن يبدأ الروس مراجعة سياساتهم في المنطقة على مستوى واسع وفي سوريا بشكل خاص بالانحياز إلى الشعوب وترك النظام السوري أو هذه الزمرة، ولم يعد في سوريا نظام، نحن نستخدم هذه الكلمة على الاسترسال، هذه الزمرة الفاسدة المتحكمة في سوريا. هل سيتطور الموقف الروسي بهذا الاتجاه؟ نأمل أن يحدث ذلك، وربما يكون في ذلك خير كبير للمنطقة ولروس في الوقت نفسه. ابقى معي دكتور زهير. نعود إلى دكتور عارف من اليونان. دكتور عارف، هل تقرأ ما بين السطور أن هنالك خلافا عميقا ما بين بوتين وطهران، أو بين بوتين وطهران ونظام الأسد؟ طبعا ذكرت قبل قليل بأن علاقات مثلا بوتين مع طهران هي علاقات مصلحة بحتة، لأن هناك يعني حتى اختلاف أيديولوجي كبير. إيران تعتبر دولة يعني ثيوقراطية، وروسيا ما زالت حتى هذه اللحظة يعني أول اعتقاد سائد بأنها دولة شيوعية، والشيوعية تقريبا مع دول الدينية لا يعني ليس هناك أي تقارب. لذلك قلت أنا منذ قليل هو تقارب مصالح بحتية. ولكن فيما يخص الملف السوري، هناك يعني هذا التقارب الخليجي الروسي له شروط. طبعا نحن نفتح لك أسواقنا، نحن نقوم بتوقيع اتفاقيات كبيرة، والأهم من ذلك يعني فيما يخص استطاعت روسيا التوصل إلى اتفاق يعني أو إلى تعاون مشترك مع دول أوبك من أجل رفع سعر البترول، وهذا أمر مهم جدا للروس. ومن يستطيع أن يحكم على هذا الأمر هي أكبر بلد منتج للنفط العام، هي المملكة العربية السعودية. هذه التسهيلات كلها التي منحت للروس لها مقابل يعني، ومن هذه التسهيلات أيضا للإضافة يعني حقوق، لا أقول كلمة حقوق، هي امتيازات روسيا في سوريا. دول الخليج باعتقادي موافقة على هذه الامتيازات، ولكن بشرطين: الأول خروج الأسد، والثاني هو خروج إيران من سوريا. ولهذا السبب يعني نجد ان يعني روسيا تتخبط، او هناك يعني تضارب في المصالح الايرانيه الروسيه فيما يخص الملف السوري. ايران لها اجنده مختلفه جدا عن روسيا، تحاول يعني تطبق التشييع، تستخدم التشييع من اجل يعني توسيع او مثلا تعزيز نظراتها التوسعيه في العالم العربي. فلننظر الى اليمن، فلننظر الى البحرين، فلننظر الى يعني الى لبنان. هذا يعني المشروع الإيراني هو مشروع تاريخي. أذكرك فقط بنقطة بأن عام 1957 تم انتخاب يعني قانون في البرلمان الإيراني ينص على أن البحرين هي ولاية إيرانية. إذن هذه الطموحات الإيرانية تختلف عن الطموحات الروسية. الطموحات الروسية في منطقة الشرق الأوسط لها علاقة بمصالح اقتصادية بحتة ومناطق نفوذ. يعني روسيا لا تهتم إن كان مثلا أهل سوريا مثلا من السنة أو من الشيعة أو من أي كان، أو إذن يحاولون الحفاظ على هذه الصيغة الموجودة التاريخية الاجتماعية في سوريا على عكس الإيرانيين. هذه الشروط الخليجية على روسيا أخذها الروس بعين الاعتبار، لأن المرابح الروسية أكبر بكثير مما لهم مصالح مع إيران. وهناك يعني نقطة يعني ذكرها الأستاذ الكريم الأستاذ سالم، بأن يعني ضرب الطائرة الروسية كشف يعني أمور كثيرة يعني لم يتوقعها أساس الأكراد. كشف يعني غياب الدعم الأمريكي الفعلي وحتى المعنوي للأتراك. كشف كيف الأمريكان يتلاعبون يعني بحلف الناتو يعني والتقاعس عن دعم تركيا. ولذلك يعني تركيا هي منطقة، هي دولة روادة في منطقة الشرق الأوسط، وستقوم فعلا بإعادة يعني تقييم علاقاتها إيجابيا مع روسيا نظرا لهذا التخاذل الأمريكي. إذن يعني أعود وأقول بأن روسيا تكتسب دورا إقليميا في منطقة الشرق وعالميا أكثر من الأمريكان فيما يعني، وكل هذا سبب الأزمة السورية. كل الشكر والتقدير للمفكر العربي الأستاذ الدكتور زهير سالم، والدكتور عارف عبيد من اليونان، والأستاذ الدكتور المفكر العربي عدنان البوش، وسيادة العميد الركن الطيار حاتم الراوي. كان معكم من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة المهندس السلام المساعدة والزميل مهند الكسوس. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء يجمعني بكم هذه أغلى أمنياتي.
عم تسمع راديو أورينت.